أنه فيما يخص مشروع الجهوية المتقدمة هو حيخضع بلادنا دون رجعة. الجميع متفق بأن الجهوية المتقدمة هو الخيار ديالنا وحنا غاديين فيه. هذه هي النقطة الأولى خصنا نكونوا كامل متفقين عليها. النقطة الثانية اللي خصنا نتفقوا عليها بأن واش الجهوية راه ماشي هدف، راه هو مسار. الجهوية راه ما عندناش هدف غنوصلوا نقولوا راه تمنا الجهوية. الجهوية غادية يعني هو مسار لمتجدد حسب الأولويات وحسب الوقت وحسب هو مسار اللي غادي فيه وغنبقوا غادي فيه إلى الأبد. ثالثا باش ننجحوا في هذا المسار ونجحوا في هذه الجهوية خص التكامل بين الجميع، حكومة، رؤساء الجهات، منتخبين، مجلسكم الموقر، إلى الجميع خصو يشارك بطريقة أخرى لإنجاح هاد الجهوية المتقدمة. إمتى غنكونوا وصلنا تقريبا للجهوية اللي بغينا؟ غنكونوا وصلنا على نهار اللي يكونوا اختصاصات ديال الذاتية والمشتركة خصها تكون الجهات كتقوم بها بطريقة سلسة ودون أي إشكال. عاد نكون وصلنا للبداية ديال الجهوية وهذه خصنا نوصلها في أقرب الآجال، هذه الأولى. ثانيا نهار اللي يكون عندنا الميزانية ومشروع الميزانية كينبثق من الجهات وكيطلع على الصعيد الحكومي وعلى الصعيد المركزي ماشي العكس. اليوم مازال حنا في العكس، نهار اللي نوصلوا بأن الميزانية ديال الدولة كدار على الصعيد المحلي وتدوز على صعيد الجهات وتطلع على الصعيد الوطني ساعة نكون وصلنا بأننا جهوية حقيقة متقدمة. وباش نوصلوا لهذه النتيجة خص الجميع يشارك ونتعاملوا يعني بواحد النوع ديال أريحية مع هذه المقتضيات باش نمشيو بهم القدام. وشكرا.